وننتقل إلى موضوع آخر، حيث نشرت صحيفة اليوم خبراً يتضمن استعداد صندوق التنمية العقارية للإفصاح عن 3 بنوك ومؤسسات مالية تم اعتمادها لتقديم برنامج القرض المعجل بعد عيد الأضحى المبارك وفق مرحلته الأولى. وذكرت الصحيفة أن الصندوق استقبل 15 عرضاً مقدماً من بنوك ومؤسسات مالية مرخصة. وأكدت المصادر لصحيفة اليوم أن جميع البنوك العاملة في السوق حرصت على أن تكون من بين الجهات المقدمة للعروض. وأضافت المصادر إن الأولوية للاستفادة من البرنامج بعد اعتماده وفتح باب التقديم عليه ستكون للمواطنين الذين هم على قوائم انتظار القروض بالصندوق التنمية العقارية. وأوضح الصندوق أن برنامج التمويل المعجل سيساعد على تقليص مدة الانتظار للكثير من المواطنين، وكذلك تقليل أرقام قوائم انتظار الصندوق العقاري، وبجانب الحصول على القرض المعجل لبناء أو شراء وحدة سكنية بمبلغ حده الأقصى 500,000 ريال. ولمناقشة هذا الخبر ينضم معنا المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية ومدير عام إدارة العلاقات العامة الأستاذ حمود العصيم. أهلا بك أستاذ حمود. أهلا بك وبالمشاهدين. أهلا وسهلا. ودعني بداية أسألك، نشرت صحيفة اليوم خبرا عن أن التنمية العقارية سيعتمد 3 بنوك لتقديم القرض المعجل بعد العيد، ماذا تضيف على هذا الخبر؟ بالنسبة لما ذكر في الخبر هو اجتهادات صحفية غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، برنامج غير مطابقة يعني جملة وتفصيلا لبرنامج القرض المعجل. ومثل ما تعلم أي خبر لا يستند لمصدر صريح الصندوق لا يعتد فيه. نعم الصندوق استقبل عطاءات البنوك ويستعد لعرض البرنامج وآليته لمؤسسة النقد للحصول على ترخيص للبنوك تنفيذه. هناك اجتماعات مكثفة تمت وستتم خلال الأيام القادمة بين الصندوق ومؤسسة النقد لهذا الغرض. نعم. وعندما تكتمل صورة البرنامج بصورة كاملة سيتم إعلانه بكافة تفاصيله. طيب دعني أسألك أستاذ حمود، إذا متى سيتم تمويل البرنامج المعجل الذي سيساعد على تقليص مدة الانتظار للكثير من المواطنين المستحقين للقروض العقارية؟ نعم. فكرة البرنامج القرض المعجل هو يعني ان المواطن ممكن يحصل على القرض مباشره من البنك، والمده ليست كما ذكر في الخبر اللي نشر اليوم، المده بتكون على 15 سنة من باب التسهيل على المواطنين المستفيدين من القرض المعجل، وبيكون تقريبا القسط الشهري في حدود 2700 ريال. نعم. هذه فكره البرنامج، بحيث ان نقلص من الناس اللي على قوائم الانتظار من يستطيع ويملك الملاءة المالية بإمكانها أن يتجه إلى اتجاه القرض المعجل. نعم. ويحصل على القرض ويسدده خلال 15 سنة. دعني أسألك إذن أستاذ حمود، متى سيتم التعامل مع البنوك على هذا البرنامج؟ هل هناك تاريخ محدد؟ كان فيه اجتماعات إحنا بيننا وبين البنوك الفترة الماضية، واللي شرح الرؤى والخاصة بالبرنامج كاملة وتم شرحها بالتفصيل لهم. نعم. وأعطيت البنوك مدة لدراسة البرنامج. طبعا مثل ما تعرف احنا يعني المهم عندنا ان يكون البرنامج متوافق مع الشريعه الاسلاميه، وهذا هدف رئيسي لا يمكن التنازل عنه اطلاقا. فاعطيت الفرصه للبنوك ومن خلال هيئاتها الشرعيه دراسه البرنامج، وتقدمت بعطاءاتها للصندوق. الان التنسيق اصبح بين الصندوق ومؤسسه النقد، ان شاء الله نقول باذن الله خلال الفتره القادمه ان يظهر البرنامج بصوره اللي ان شاء الله ترضي الجميع وتحقق الطموحات المطلوب سواء لنا في الصندوق أو للمواطنين للتملك وسرعة. نعم. التملك مشاكل لهم. الذي فهمته من كلامك أستاذ حمود من خلال هذا اللقاء السريع يعني أن الآلية الجديدة أو الطريقة التي ستتبع ستجعل المواطن يتملك ويستطيع أن يكون له منزل خاص في يعني أقرب وقت ممكن. إن شاء الله الهدف عندنا في الصندوق وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الإدارة وزير الإسكان هو سرعة يعني البث في من هم على قوائم الانتظار. تعرف قوائم الانتظار تمتد عندنا إلى قرابة 10 سنوات. الهدف اللي عندنا أنه يكون
يعني مدة الانتظار أقل من النص. نعم. من المدة المنتظرة الآن. نعم. من خلال القرض المعجل ومن خلال شرائح، طبعا تعرف شرائح واضح واضح استاذ حمود المقدمين على الصندوق يعني حسب استطاعتهم وملاءتهم الماليه. اشكرك استاذ حمود، كان معنا المتحدث الرسمي لصندوق التنميه العقاريه مدير عام اداره العلاقات العامه الاستاذ حمود العصيبي، شكرا جزيلا لك.